البنك المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة للمرة السادسة منذ نوفمبر الماضي في محاولة لتحفيز نمو الاقتصاد المتعثر. المؤشرات الرئيسية الثلاث للأسواق الأمريكية تقفز إلى أعلى مستوياتها في شهرين عند إغلاق الأسبوع بفعل خفض المركزي الصيني معدلات الفائدة. مجموعة سليمان الحبيب الطبية تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام بداية العام المقبل. الذهب يغلق على انخفاض طفيف نهاية الأسبوع بعد تخليه عن مكاسبه التي حققها إثر خفض الصين أسعار الفائدة.